بدأت الفكرة من 3 سنوات. حبيت أدخل في مجال المطاعم والفود اند بيفرج، وبدأت ألاحظ من سفرات متعددة في دول كثير، سواء في أمريكا، بريطانيا، بلجيكا، مجموعة كثيرة من الدول، أفكار مختلفة، إلى ما وصلت لفكرة الشوكليت. والفكرة الرئيسية اللي كنت بدأت بها، كنت أبغى أكون الخيار الأول للعائلة. تجربتي الشخصية مع أطفالي أنه لما نخرج من البيت الأطفال يقرروا فين نروح، فعشان كده كانت هذه البداية، أنه أبغى أعمل شيء للأطفال مع الشوكليت، يلعبوا بالشوكليت، يستمتعوا بالشوكليت. إلى ما توصلت لفكرة اللعب بالحواس الخمسة مع الشوكليت، 5 senses. يجي يتفرج، يدوق، يسمع، يشم، إيش كمان؟ يلمس، يلعب بالشوكليت. هذه كانت الفكرة اللي حبينا نوصل لها، بس بجودة أعلى بكثير من اللي موجود في السوق. فكرة المطعم هي فكرة جديدة ريسنتلي صرنا نشوفها في أوروبا وفي أمريكا، اللي هو مطعم شوكولا. فإحنا لما نستغرب لما نسمع مطعم شوكولات، إحنا دائما نعرف شوكولات شوبس اللي هي محلات الشوكولاتة اللي بتبيع شوكولاتة عادية. شفنا مؤخرا إنه لا، صار في مطعم شوكولات. كيف مطعم شوكولات؟ إنه you can go and eat and have chocolate. اللي زايد عندنا في هذا المكان اللي هو جديد في السعودية، إنه إحنا عندنا مكان يلائم الكبير والصغير، families and singles. كمان لا ننسى إنه هذا المطعم فيلو لاب للكيدز، اللي هو قاعة احتفالات للعيد ميلادات، وبيعملوا دير اون شوكليت. حتى في المستقبل راح يكون في كمان دورات لتعليم الشوكولا في نفس المكان. فكان اختيار التصميم الجيد والمناسب لكل هذه الفعاليات اللي راح تصير داخل المطعم، لازم كان يصمم المكان بعناية، والألوان اللي تختار بعناية. مثلا الأرضية استخدمنا من أجود أنواع الرخام الأسود والأبيض اللي إحنا دائماً عادة متعودين نشوفه في قصر فرساي وفي القصور الفرنسية والأوروبية عامة. في شيء أهم من الديزاين، اللي هو أساساً الزبون يعني داخل المطعم عشان نقدم له تجربة خاصة. التجربة الخاصة هذه اللي حيكون راح يشوفها في طريقة تصنيع الشوكولا وتصنيع الكيك. دخوله للمطعم مش راح يكون بس للأكل، بس راح يكون انترتينمنت، راح يكون نوع من الترفيه، انه هو واطفاله راح يستمتعوا بالشيفز. اتمنى من الناس انهم يزوروا المكان هذا، زي ما قلت مكان مختلف تماما، نركز فيه على الجودة قبل الربحية، ولنا اهداف اخرى بالانتشار ان شاء الله. فبالتالي نتمنى من الناس انهم يجوا ويستمتعوا بحواسهم الخمسة في المكان هذا.